تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من معالي السيدة إرنا سولبرغ رئيسة وزراء النرويج عربت فيها عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله